السلام عليكم مشاهدينا الكرام. بصراحة كنا كنتمناو أننا نشوفوا ديربي في المستوى وديربي بدون شغب، لكن للأسف كانت الحرارة في الجمهور وكان الحماس في الجمهور وغاب الحماس على اللاعبين. نعم فازت الرجاء بهدف لصفر وتستحق الفوز رغم الأداء الكارثي للوداد. من أوصل الوداد لهذه الحالة؟ شكون هو السبب؟ هل المدرب، رئيس الفريق، أو اللاعبين؟ لأننا شفنا فريق اليوم، فريق الوداد، فقير من ناحية ديال اللاعبين. التركيبة البشرية تفتقد عدد كبير من المؤهلات ديالها. بطبيعة الحال لاعبين بالأمس القريب كانوا نجوم، لكن اليوم شبه أشباح على أرضية الملعب. شكون اللي كيتحمل المسؤولية؟ وهذا هو الجواب اللي تيطرحه جمهور الوداد الرياضي. بطبيعة الحال فريق الرجاء بدأ يتسلق درجات القمة مباراة بعد أخرى، ففريق الرجاء الرياضي يعني كسب اليوم 3 نقاط مهمة. وأمام من؟ أمام فريق الوداد، وأقصى الوداد بالتعادل الكبير أو الريمونتادا التاريخية، وهذا واقع لا يمكن نكرانه. لكن للوقوف على تصحيح بعد الاختلالات داخل فريق الوداد الرياضي، هناك عدد من الاختلالات لنكون صرحاء، ليست في أرضية الملعب بل حتى في مركب بن جلون. حتى في مركب بن جلون عندما تسند الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة. كثرة السماصرية وكثرة من يشتغلون، هل هم مسيرون؟ هل هم مؤطرون؟ هل هم مدراء تقنيون أم مدراء رياضيون أم سماصرة؟ فالسؤال غادي يبقى مطروح ومطروح اكثر، لانه القادم من الايام لن يمر مرور الكرام بالنسبه لجمهور الوداد. باش نكونوا معاكم واضحين، الكذوب ما عندنا ما نديروا به، والتمريقيه ما عندنا ما نديروا بها. الواقع هو هذا، فريق الوداد الرياضي يعيش ازمه خطيره، وقد قلتها سابقا على ان فريق الوداد عندما يكون في القمه يجب ان يقوم بانتدابات وازنه، ولا من اجل انتدابات من اجل انتدابات. هكاك ما يمكنش غنجيب لاعب انا ياكل ويشرب، غنجيب انا اوكشيكو باش نلعبوا مباريات الكبار، وشيكو عندي سياحه توريس، الفلوس كلشي ديال الله. واش الوداد ما عندهاش ولادها اللي تعتمد عليهم؟ ولا الوداد حاذق في اننا نعطيو ولادنا لفرق اخرين يلعبوا بهم؟ واش الوداد اللاعب اللي كيلعب على الفئات الصغرى كلها ما عندوش الحق نهار يكبر يلعب في الفريق ديالو تيتصيفط بريطي عند هذا صاحبي وهذا صديقي وهذا بيني وبينه كذا وكذا، فنستعمل الوداد مصلحه شخصيه ذاتيه من اجل بزاف ديال الحوايج اللي يمكن لنا غادي نقولهم وغادي نهضروا فيهم اليوم في الصاعدا. اليوم غتبدل اللغه مع عدد كثير من الناس، هذو حشومه وعيب وعار ولاد المدرسه يمشيوا لفرق اخرين. حشومة وعار اننا ما اعتمدوش على ولاد المدرسة وتجيبوا 20 30 افريقي مريحة كتاكل كتشرب وتيجي من التريطور وتيوكلهم بالاشهى الاطباق. واش حنايا جايبين دايرين حفلة، دايرين صدقة، دايرين حسنة باغي نديروها لشي واحد؟ تكريم ما فهمتش. اليوم الوداد لعب مباراة تكريمية، اللاعبين ما قادرينش يلعبوا، اللاعبين كل واحد باغي يعطينا يبين لنا النمرة ديال ظهره. اللعبة ديال الوداد اليوم كان كل واحد كيقول راسي يا راسي، ونساو انهم يلعبوا اللعب الجماعي. في المقابل الرجاء جاي خطوه بعد خطوه وكيتالقوا يعني كيقربوا من المقدمه. لم نشاهد فريق الوداد الرياضي اليوم، هي مباراه على العموم كانت مباراه دون المستوى، مباراه كارثيه من ناحيه الاداء من الفريقين بجوج. أجمل ما في المباراة هو الجمهور وهدف ديال حميد أحداد، هدف اللي عطى الرجاء الانتصار. مبروك للرجاء الفوز في هذه المباراة ديال الديربي. لكن السؤال المطروح بالنسبة للوداد، كم من مسؤول يوجد في مركب بن جلون أو على رأس الإدارة التقنية لنادي الوداد؟ ما الجدوى من التعاقد مع فؤاد الصحابي أصلا إن لم نستشير المدرب في أول مرة كما فعلنا مع إلى صابر؟ لماذا يتم جلب فؤاد الصحابي وفي الاخير المدرب يرفض الصحابي انه يتعامل معه لانه له رؤيه مختلفه عليه؟ الله اكبر. علاش ما نديروش الانتداب؟ بغينا نجيبوا مساعد للمدرب، ومن اللي فكرنا في عبد الاله صابر
وكنت قلتها هنا في المنبر على انه بدر القادوري وعبد الاله الصابر خصهم ياخذوا الفرصه ديالهم في الوداد، وجا الوقت اللي ياخذوا الفرصه ديالهم في الوداد. ملي بغينا نجيبوا الصابر سولنا زوران على شكون بغيتي وعطيناه اقتراح ديال اسماء، فوقع اختياره على عبد الاله الصابر، لانه غدا ولا بغدا قلنا صالح لي ما صالحش ليا صابر، نقول انت اللي اختاريتي الله يعاونني يعاونك انت، هز قلعك بسلام عليك، ما داش تلعب بينا. هذا نادي عنده مرجعيه، هذا نادي عنده قاعده جماهيريه كبيره، ما يجيش يضحك علينا واستحمرنا حتى شي واحد الله يرحم باكم. يكفي سكت حتى عيت وتجنبت ما ندويش على الناصيري وما ندويش على المكتب المسير وما ندويش على اشباه المسيرين اللي عزيز عليهم غير التبنضيد وعزيز عليهم غير نهار قبل المباراه يجيو ياخذوا لي تيكي الفي بي ويمشيو يديوها لصحابهم ويديوها للجيوش ديالهم اللي كتدخل الفيسبوك وكتهاجم كل ودادي حر. كيف يعقل واحد طبال يدوي على سياد ودادي يلعبوا في الوداد وينقص من القيمه ديالهم بكلام لا يليق؟ النداء لسعيد النصيري الله يرحم الوالدين السي سعيد، وصلنا للمعقول وقاصح وخصنا نهضروا معقول شويه. بركه سكتنا على الطاس، سكتنا على بزاف ديال الحوايج، سكتنا على الاموال اللي تصرفت على الطاس دون فائده، وسكتنا على الانتدابات الفاشله. ولكن اليوم غادي نقول جوج ديال الحوايج. شتي هذوك اللي كيطلقكم صاحبكم بعد كل نهار اي ودادي حر تتخرجوا ليه وتبداو تهاجموا فيه وكتبداو، بغيت نقول لكم انهم 90% ديالهم بدلوا الجلد ديالهم ولاو ضد ولا مع ولاو مع الوينرز. دابا عاد بانت لهم الوينرز على قناعات ملي كانت الوينرز والودادي الاحرار ينادون بتغيير جذري وبانتدابات وازنه وبلاعبين جاهزين لتحمل المسؤوليه ديالهم من اول مباراه. كانوا تيقولوا لنا الا بغيتوا هذا الشيء خصكم تهضروا بحال لا انتم راه ليفربول ولا برشلون ولا ريال مدريد. الله اكبر، الوداد شحال دخلات ديال الملاير، الملاير دخلات الوداد، وفي الاخر نجيب انا لاعب من الزمالك يولي يطعن فيا لانني مزور تخلي طبي او شيء من هذا القبيل، ونمشي انا لاعب يقول انا مزور التوقيع ديالو ما مستلمش الفلوس ديالي. هذا الشيء كامل ما خصناش نسكتوا عليه. نعم حتى شي واحد ما تيقول لك النصيري ما صالحش الفرقه، ولكن النصيري خصو يتصنت للجمهور وخصو يدير داكشي اللي تيقول للجمهور، لانه بالعربيه تعربت هادوك اللي دايرين بالنصيري كلهم صحاب المصالح ديالهم، باغيين غير ياكلوا ويشربوا ويدوزوا التوريس، وكل واحد باغي يجيب لعاب جوج ثلاثه على حسابو، وكل واحد كيجيب سمسار تيقول لك هذا السي النصيري خاصك تتعامل معاه، هذا غيجيب لك اللعابه. والغريب في الامر هو انه ملي كتقلب السينياتير تفتح او الانتقالات الشتويه والصيفيه كتفتح كيبانوا واحد السماصريه معمرين طوموبيلاتهم باللاعبين الافارقه وتيجيبهم لينا كان الوداد ملجا لي اي واحد ما عندوش فرقه يجيبوه لينا، اي واحد دون المستوى ماشي مشكل اجي ودخل. الانتدابات خاصها تدوز عن طريق المدرب وبول بوت، هذا ما عرفنا واش مدير تقني ولا جا مدرب او مدير اداري. كاينه شي حوايج خاصها تصفى في الوداد، في مركب بن جلون خاص الامور تصفى، حتى شي حاجه ما صافيه. تعطات الفرصه لولاد الوداد ما كانوش في المستوى، ضلوا في نزاعات شخصيه ونساو المصلحه ديال الوداد، وما يفكرون فيه هو الراتب الشهري الضخم السمين اللي كيتقاداو. دابا عندنا مدربين الحراس، عندنا بالعرام ديال المدربين الحراس، عندنا معدين بدنيين ما شاء الله، عندنا المساعدين موجودين، ولكن ملي كنجيو للمدرسه وكنجيو للتكوين كنلقاو بانه الوداد الرياضي البيضاوي اللي كان التاريخ ديالو يشهد به العالم بيجريه واللي كان واجه فرق عالميه واعترفوا بانه نادي عنده تكوين كبير، ما كاين لا تكوين ولا هم يحزنون. كاينه فوضى في بن جلون، وكاين اللي ما لعبش سميطه في الوداد ويسير ويحكم بحكامه في ومن اليوم غادي نوضوا لاي واحد كيف ما كان النوع ديالو يدوي ولد الوداد ينوضوا لي انت مشوش. يلا بينوا لي انتم المشوشين والمطبلين صحاب الطباله والغياطه، قولوا لي هذه الحاله اللي وصلت لها الوداد، هذه الحاله اللي وصلت لها الوداد ولينا تنلعبوا ميليو تيران ديفونسور، ولينا كنلعبوا لاريير كوش ميليو تيران اريال سونترال، زعما الوداد ما لقاتش لعابه
الويدان ما كاين شكون هما هذو اللي كاين؟ ها بول بوت مثلا ولا سميتو هاد مسيو بول ولا بوت ولا سميتو ياك، عنده مشاكل كثيره في عدد من الدول اللي صيفطوه في حالته ريفولي وجا عندنا المغرب بلاد الكرم والتسامح، وغمض عينك ودوز ومرحبا بك. الصالير ديالو شحال كيتقام علينا؟ شنو كيدير؟ كيلبس، انا نقول لك ماش كيدير، كيلبس صباط مقمقم وكيلبس مزيان وكيتفركز وكيدير يدو في الجيب وكيجي كيبقى يدور بنجلون. تيدير اسبوع مره في الاسبوع ولا مره في الشهر ولا في 15 يوم كيدير اجتماع وتيقول لهم خصكم ديروا ديروا صافي. السيد جايب لنا البركه غير حتى غتبدل كل شيء. زوران انا نقدر نقول لك زوران كيدير اخطاء في لي شونجمون، التغييرات ديالو تيبان انه مدرب محدود، ولكن شكون جابو؟ نتحاسبوا مع شكون اقترحوا على ناصيري. سي الناصيري الا بغيتي الوداد تزيد القدام بركه كلام ديال عفى الله عما سلف، راك شتي حكومتنا فين وصلتها، عفى الله عما سلف. يجب ان يحاسب كل واحد، واللي كاين في اعضاء الموسي ديال المكتب المسير يمشيو في حالهم ويجيب اعضاء اخرين، الناس اللي تخدم، الناس اللي تخدم الوداد بحب، ماشي ناس اللي تنعرفوهم كل سيماره كاري الطوموبيل وجاي كيتبند في التيران في نجلون كياخذوا الوراق اللي تيكي في اي بي وكيدهم لصحابهم يريحوا في المنصه ويصفقوا عليهم. انا ما بغيناش هادو. الجمهور ديال الوداد عارف فين كيمشي وعارف لا بغى التيكي ما محتاج لتا شي واحد، حتى شي بنادم ما محتاج ليه، الجمهور يعطيه التيكي باش يهلل ليه. انا بحال هاد الناس ضعاف، هاد الناس كانوا كيتسناو المنابر الاعلاميه، وكنت اول واحد دويت على مناف نبي يتكلم اكثر من الخدمه، لدرجه انه ما بقاش قادو مدخول واحد ولا كيقلب على بزاف ديال الحوايج اخرى خشى راسو فيها، بل هو عنده عقد مع الوداد. اذا هاد قمه العبث، قمه العبث في التسيير، انه معد بدني صول ويجول، معد بدني علاقته باللاعبين في الملعب، ما يخرجش مع الدراري للقهوه، ما يخرجش مع اللعابه للقهوه ويخرج يسهر معاهم. معد بدني ولا مساعد ولا المدرب نفسه كاين برنامج ديال تداريب يوميه وكاين معسكرات مغلقه. الوداد ضاعت في عوض انها دير معسكر اعدادي بدايه السنه، مشينا حنا بقينا مسروحين، بقاو كيسرحوا فينا كلهم من الراس حتى لتحت، بقاو كيسرحوا فينا طاس غدا لا، وغادي نتبعوا الملف حتى الاخر. فين تبعتوا الفرقه سيرغات في شاركات في كاس العالم البطل ديال افريقيا ومشى البطل المزور، وما قدرتيش تجيبوا حق ديال الوداد مظلومه، ما قلناش لكم جيبوا لنا الكذوب، الوداد ظلمات وما قدرتوش تجيبوها من رئيس الجامعه حتى كل شيء باع لنا الوهم، كل شيء كيتكلم على اننا وكيبانوا ناس ندافع، بل كانوا اول وحدين تخباو، والسفر اللي كان ما هو الا سينما. عارفين المآل ديال هذا الشيء اللي غتوصل ليه الحاله ديال الوداد، ووصلت ليه ومازال غتوصل الأسوأ الى ما ناضش الجمهور ووقف. واول حاجه انا تنقولها للجمهور، خاص مركب من جلون تنقى، مركب من جلون ما خاصوش واحد يريح برقاك في التيران ويز تليفون هذا خرج هذا دخل، خاص ناس كيفهموا الكره ويخدموا الكره، ما خاص واحد كيتسخر، خاص ناس اللي ما تجيش تحنا لك السي سعيد. انا شخصيا ماشي ضدك، ولكن ضد هالطريقه ديال التعامل ديالك مع بعض الناس ما كيستحقوش يسيروا في الوداد وما كيستحقوش يشتغلوا في الوداد، لانهم ضعاف مخير فيهم ما لعبش ميطه في الوداد وكيحكموا بحكامهم. هاد الناس حاضرين غير التبرقيق والتليفونات، الو هنا الو لهي، ومن اليوم الجمهور الوداد الا كان غادي يخرج اليوم انا دابا نخرجوا ونوقفوا، خاص بن جلون يتسد ويخرج كلشي بحاله ونجيبوا ناس جداد تخدم في الوداد، ناس عندها الكفاءة. اليوم بدر قادوري ما باغينش، بدر قادوري ما باغينش، نور الدين نيبت ما باغينش، بودربالة ما باغينش، رشيد داودي ما باغينش، بزاف ديال اللعابة اللي عطاو الشيء كثير للفريق، باغي الناس يجيبوهم هما حيت صحابهم سماصرية تيجيبوا اللعابة اللي بغاو. كل شيء واكل واكل وشارب ومرتاح ليا مع راسو في بن جلون. بن جلون اصبح مرتاح لاي واحد ما عندوش في نبات وما عندوش ياكل يجي مرحبا به، فقط عليه الادلاء بجواز سفري على انه من دوله افريقيه. سدات مال من الاخر لحد الان جماهير الوداد ما تقولش الناصر ارحل، ولكن كلمه ارحل على الابواب.
سعيد النصيري بالذكاء ديالك استغله في الفريق واعطي وقتك ومجهودك للفريق هو الاولى، لانه الفريق يمر بمراحل صعبه ماشي من المباراه اليوم، من البدايه ديال السنه بلا ما نكذبوا على ريوسنا. انت دابا فاش بعنا ونجم خاصنا نجيبوا من احسن من ونجم. الا كنت غنبيع ونجم وغدا غنبيع التاكناوتي وراه الميساج واصل ومعروف، الا غنبيع التاكناوتي ولا كنوجدوا غادي نبيعوا كومارا ولا كنوجدوا باش نبيعوا الحداد، خاصنا نكونوا ديجا عندنا البديل والبديل جاهز يدخل ديجا عنده ماتشات في رجليه مستوى عالي. لانه الوداد اليوم الحاله ديالها يرتالها، يجب الاهتمام بالفئات الصغرى، ماشي واحد غادي يجي نسميه مدير تقني معيد بدني ديال الفريق الاول تيجي للمركب برجلو بسروال ديال الجين وبتجاكيطة ونضادر، واش هذه الخدمه اللي تتخلص عليها هو ولا غيره؟ اللي بغى يجي يخدم راه خصو يجي لابس كونتوني ويدخل ارضيه الملعب ويشتغل مع الوليدات الصغار ويوريهم الصح من الخطا، هذا هو اللي تنعرفوا اللي باغي يكون. اما اللي غيكون غيجيب انه رانا ما غاديش نقدم استقالتي باش ناخذ رزقي كامل، وانا نقولوا ليه سير عند بول بوت، بول بوت براسو كيتسارى في التيران لا دور له. عمرني انا كنمشي لتيران الوداد هذا المدير التقني ولا سميتو هذا بول بوت معمر لبس الشيرفيت وصبرديله وصباط وقف معاهم ودوا مع الدراري وليدي كيفاش تضرب الكره وكيفاش كذا وريح مع المعطيني في ما كاينش. اذا كيفاش كتسميو هذا الشيء؟ راه كنسميو الاسماء 70,000 واحد كلهم كيقوموا بمهمه واحده وتا واحد فيهم ما دار ديك المهمه، كلهم ما داروش مهمه واحده. شحال عندنا من مدرب في الوداد دابا؟ وشحال عندنا من مساعد مدرب؟ وشحال عندنا من معيد بدني؟ وشحال عندنا من مدرب حراس؟ الا كنت انا غادي نجيب بادو سعيد يكفي بادو سعيد يكون في البوتوش مع الفرقه فقط لا غير. الفئات الصغرى عندهم كل واحد كاين مؤطر ويكون مساعد ديالو، واللي غادي مدرب حراس الا ما بغيناش نديرو كل فئه مدرب حراس كنديرو واحد الايام اللي معروفه او اوقات تدريب معروفه خاصه بحراس المرمى ويدربوهم جوج ديال الحراس هما اللي تكلفوا بهم، ما نجيبوش سته وثمانيه غادي يتكلفوا لينا كلهم بالحراس زعما غيعطيونا. كاين اللي في التاريخ ديالو ما حبسش 20 ماتش بريمير ديفيزيون عاد غادي يجي هو يوري الدراري الصغار اش يديروا، ما عندوش ستر صحيح غادي يجي يوري الدراري اشنو يديروا. المشكل اللي كاين انا كنقولها لحد الان الجمهور لم يطالب بحي النصيري ولكن يطالب بالنصيري انه يجمع راسه مع الفرقه وانه يصوب الفرقه وانه يدير الموش الطابه كاع اللي كاين في بن جلول ويعاود يوقف الفرقه ويعاود يوقف تهيئ ديال الناس اللي غادي يوقفوا مع المعطرين اللي يكونوا في المستوى. ما باغيش حنا برقاقي يوصل الهضره، ما باغيش انا واحد مسؤول يجيب الكرافطه ديالو يجي تبوزا وياخذ بالون لاعب في شي بلاصه ويمشي، ولا يجي ياخذ شورتو توني ويمشي، وهذا الشيء وقع. ما غاديش انا باغي مسؤول واحد راس ماله هضره ما عنده هو حتى ما ياكل هو كيصرفوا عليه ويجي الوداد اش غيعطي؟ الوداد اليوم كتعاني ومازال غتعاني الا ما وقفناش هذا النزيف. هذا النزيف الا ما وقفش مازال فريق الوداد غادي يعاني في مشاكل كثيره. هاد العام كيبان لي غيخرج خاوي لكان غير على اللعب ديال اليوم. الوداد غتخرج خاويه الوفار، ما عندها حتى شي، ما غتلعب على حتى شي لقب، لانه شيء واضح وبين، لانه السياسه المتبعه حاليا فهي فاشله. ومن يقوم هنا بانجاح هاد السياسه هم اكبر فاشلين. كيفاش فاشلون؟ غادي تسنى منهم انه يصلحوا اشياء اخرى يكبر منهم ولا يفقهون شيء في كره القدم، بعيدين كل البعد على كرة القدم. ما غيعجبكمش الحال، ما غيعجبكمش الحال كتسنى نطبلوا لكم، ولكن انا ما نطبلش لكم، انا نقول لكم انكم انتم دون مستوى الوداد كبير عليكم وعطيوه اتساع. سعيد الناصري جيب ناس في المستوى يخدموا معاك في الوداد، جيب مسؤولين في المستوى، كاينه قله قليله الا من رحم ربي يعطي كل وقته مع اجل الوداد. اما ما تبقى كاين اللي ماجي الا كيتصور باسم انه عضو في الوداد وانه هو عائلته، كاين اللي مع عائلته كاع ملاعبه تما، كاين اللي كياخذ تيكي كل اسبوع على ظهر الوداد. هذا اللي طامع في تيكي في تذكيره ديال المباراه باقي عاد باغي يعطيك شي حاجه وفاقد الشيء لا يعطيه. اذا رسالتي للجمهور، رسالتي للوناز اولا
نكون دائما مساند لهذا الفصيل لان كنعرفوا بالنزاهه ديالو وحبوا الفريق ديالو. دائما الوينرز مع الفريق ما معش ماشي مع الاشخاص. جا الوقت اللي توقفوا مع فرقتكم، جا الوقت اللي خصكم تطالعوا على ما يجري داخل مركب بالجلون، جا الوقت باش نتحاسب على اللعاب وهاد الفرقه فين مشاو، واش مشاو فابور ولا تباعوا ولا دازوا للناس هكاك. وراكم كتعرفوني علاش كندوي، كفاه من العبات هذا، راه عبات هذا، راه تخريب نادي الوداد. دابا انا ما تنهضرش غير على مباراه ديربي، بل مباراه ديربي ما هي الا تحصيل حاصل للعمل المشوه اللي يتم القيام به في مركب بنجلون. وناس لا يفقهون شيء في الكره، وناس حادين في نقل الاخبار، قال هذا وقلت هذا، وتابعين اي واحد عطس علاش تعطس علاش دير، واي واحد ولد الوداد دخل المركب بنجلون كيشوفوا فيه بحالك على اساس انه راه غادي يجي ويجيب مع اللعابه القدام وغيجريو علينا، حيت هما عارفين راسهم ما لعبوا حتى يومين في الوداد. الا كنا على كل واحد لعب باه في الوداد خاصنا اول واحد نجيبوه هو ولد الحاج مكوار الله يرحمه، وولد بن جلون الله يرحمه، نجيبوهم وما نعطيهم المسؤوليه. ولكن الا كنا باغي الكفاءه، ما باغيش خويضيه، ما باغيش وصالي الهضره، ما باغينش الناس اللي كيتجبوا تيغوت هو ما فراس مالو، رصيدو التاريخ ديالو في الكره ما فيه حتى شي حاجه. ما لعبش ميطا مع الوداد، بنادم يبقى يتجعبب. وغيجي الوقت غنذكر بالاسماء، ولكن خاص الجمهور يخرج، خاص الوينرز ينوضوا. راه الا ما نضتوش الوينرز، وهذه رساله تنقولها انايا وغنقولها ديما، اكون دائما اتبنى القرارات ديالكم بحكم نفس المنوال ونفس الخط اللي غاديين عليه، هو المصلحه ديال الوداد ولا لتمجيد الاشخاص. عاش الوداد، الوداد الرياضي، عاش وداد الامه. فدابا راه خصكم تعرفوا شنو كيجري في بنجلون، وخصكم تعرفوا كل واحد السيره الذاتيه ديالو خدام في بنجلون اش كيدير، واين تصرف اموال الوداد، لان ماشي اموال شيطه، هذه اموال الوداد، اما اموال ديال نادي الوداد الرياضي خصنا نعرفوا شكون اللي كيستافد منها وشكون اللي كيتخلص منها، وشكون اللي كياخذ 10 مليون في الشهر، شكون اللي كياخذ 30 مليون في الشهر ولكن ما تيدير والو. جي عندي سيدي ضرب 6 شهور نهار بغيو يجريو عليه، عطيه 100 وعطيه 200 وعطيه 300، الله يخلف على الوداد. بهذا الشيء غادي نزيدو قدام، أبربي إلا ضربتو الضربة، أبربي إلا غادي نخرجوا كاملين غادي نوقفوا وكاملين غادي نعتصموا، تتنقى الوداد من هاد الناس اللي كيسيئوا الوداد تصرفاتهم. الناس كيجهلوا وجهاله في الكوره، حد كيف تبجعيق والغوت، ما كيبينوا وبين الكوره غير خير واحسان. ولكن حنا ليكم، وغيجي الوقت هنا في هذا المنبر غنذكرهم بالاسماء واحد بواحد. انا ما تنخافش رزق الله، وكنقولها وكنعاودها، لحد الان سعيد الناصري لا زالت جماهير الوداد تطالبك بانتدابات وازنه ولا والابتعاد عن السماسره. واللي ما عنده حتى شي اضافه مجرد يخدم تليفون، اي واحد يخدم لك تليفون، اي واحد غادي يقول لك اي حاجه كتوقع، الا ما كانش اصلا هو التاريخ ديالو مليء. حيت دابا ملي كنجيو شنو المدير التقني ديال المنتخب الوطني، المنتخبات الوطنيه، الويلزي شنو قال؟ قال بدر قادوري تجي دير تيست، بحال هو ويلزي لعب ضد بدر قادوري، بدر قادوري لعب شامبيونز ليغ، تيقول لي اجي، هذا هو العبات. اذا ملي تجيب واحد ما لعبش كره تيتحكم في الوداد، كان كيحكم في الوداد وكان ساهم وكاين اللي تفرشخ كاين اللي تهرس فرقته في الوداد، كيجي واحد ما عمرو دار فيتوش باغي يتحكم فيه، ولكن ما تقدرش تحكموا فينا. ولكن اللي كنعرفو انا راجل كيقول لك عاش من عرف قدره، اللي زرق زرق واللي ما لعبش كره ما لعباش، وما يمكنش ما يمكنش واحد ما لعبش الكره غير يفهم في الكره، ما دويش لي على اوروبا ومورينيو شكل اخر. عندنا هاد الناس جبهه سنطيحه تخرج العينين، الو الو الو، هذا عطس، هذا كحب، هذا قال، هذا لبس صباط موف، هذا دار، هذه الهضره اللي حد. واش هذا هو سير الوداد؟ واش هذا هو الاحتراف؟ هذا غدا بغدا الوداد تفتح اكاديميه ديالها مثلا ان شاء الله في المستقبل، وشي كيتمنى الجمهور بحال هاد الناس هما اللي غيخدموا، بحال هاد الناس هما بحال بول بوتو غادي يبقى داير ليا لابس ودير ليا النظاره وتيتساري ليا بالجلول كيتكسل. سيد شبعان ماكله مع رسول فندق سالير مزيان، شنو تيدير في الوداد؟ شنو الدور اللي تيدير؟ ملي جرينا على بن عبيشه ومحمد سهيل خصنا نجيبو شي حد اللي احسن، ما نجيبوش واحد مجري عليه عدد من الدول بزاف ديال التهم، هذا واقع ما خصناش نكروه. الوداد ماشي مرتاح، صحاب الصوابق عنده مشكل يجي يخدم في الوداد، ماشي في حاله، الوداد عنده ولاده اللي يخدموا فيها، وعنده ناس اللي يجيو عندهم الكفاءه ويخدموا في الوداد.
الجمهور الوداد عارف، والجمهور الوداد انا عارف بزاف ديال الامور انه ما باغيش يدوي، وكان بزاف وبلاتي لا باش ماذا خلي الفرقه دابا جا الوقت اللي ندعموا الفريق. اليوم جا الوقت اخر، اليوم جا وقت ديال اتخاذ قرارات صارمه ولا للعاطفه، والمصلحه الاولى والاخيره هي لمصلحه الوداد الامه. خاصنا توقفوا ونوقفوا كاملين باش بن جلون خصو يتنظف يتنقى من الناس لا علاقه لهم بالكره، عندهم بالماريس واحد ما يوصلهم فيه، بالماريس ديالهم هضره كلام خاوي نقي الهضره والتملق والتسمسير. بركه علينا ملي يولي لاعب ديال الكاري ديال الوداد عميد الفريق ديال ديال الوداد ويلعب مع المنتخب الوطني المغربي، يمشي في صمت دوله الامارات العربيه المتحده ويلعب مع الفريق الاول هو في العمر ديالو 15 سنه او 16 سنه. اذا الوداد الابواب ديالها مشرعه او كاين شي حد تما دير ايده مع ناس كيفرغ الوداد من الطاقات ديالها. هنا فين كاين الموضوع، هنا فين في مربط الفرس، هنا فين خصها تفجر الروينه كامله من الاخر. ولكن انا كنلومك السي سعيد الناصري انك انتظر صرتي بحال هاد الناس، انتظر صرتي السماصريه اللي ما عنده ما يدار كيجيب معاه جوج افارقه وكيقصد بن جلون. السلام عليكم، بغي نديرو التيست. واش الوداد ديال التيست على الاهلي والزمالك ملي بغاو يشريو ازارو قالوا لهم تيست، ولا راه تفرجوا تبعوا ازارو ولا حميده حداد راه تبعوه. وسير دابا مع مرتضى منصور قول ليه الراجل، تقول ليه بغيت حداد يزيد معايا عام اخر، لا اتالق. ايوب الكعبي ما عمرك غتلومو، علاش؟ يجي يلعب معاك على خاطرو بسطي، جات مدام ديالو غتولد في المغرب غيجيب بقى مريح، اقترح على الفريق ديالو، اقترح على الوداد، هذا في فابور مرحبا لعب معاه ولا معاه غنمشي. فين هو البديل؟ توعد كومارا رابط فرقه، لاعب واحد توعد فرقه رابط. كون كان جبران قدروا نلعبوا في ذاك البوست، كون كان السعيدي قدروا نرجعوا ذاك البوست. غنرجعوا محمد كمال وغنرجعوا اسرير وغنرجعوا بدر قادرين. اذا الوداد غدا غير بالفاتحه، الوداد غدا غير على الله، غدا كوك غير يكون خير صافي، يكون خير يكون خير وتا خير مشناه، وفي الاخر يخرجوا لك وحدين مصندلين وواحد راسه مربع لا يفقه شي في كره القدم، وبدا يقول لك على الكره وبدا يقول لك هذا ما كيعرفش يدير وهذا ما كيعرفش يدير وهذا لا ما عندنا ما نديرو به. وانت شكون انت؟ مريقي متملق وصل الهضره ما بينك وبين الوداد الخير والاحسان. حنا ليكم غنذكركم بالاسماء، والجمهور غيهزو لافتات بالاسماء ديالكم وترحلوا، لانكم اصلا انتم غير موجودين في القاموس ديال كره القدم في المغرب، ما يعرفكم حتى واحد ولو تدوروا المغرب كامل، شي تقدر في دربكم وما يعرفوكش انك كنتي كتلعب في الوداد. اليوم وليتي باغي تحكم في سيادك، ولكن حنا معاك من اليوم في الحرب. الحرب من اجل اقلاع جذور الفساد من مركب بن جلون. الحرب من اجل اصلاح النادي. الحرب لمن يحارب ابناء النادي. السياسه اللي جيتوا بها في الاول هي انكم كتقولوا ديما الرئيس على ولاد الفرقه لانهم خايبين ولانهم ما يسواوش. ولانه قدماء اللاعبين ما عندهم ما يديروا باش انتم تخوى لكم وتدخلوا وديروا، ولكن انتم اصلا عارفين روسكم سنطيحه. اعطيني واحد فيكم لعب قد فخر الدين، اعطيني واحد فيكم لعب قد بودرباله، اعطيني واحد فيكم لعب الربع ديال نور الدين نيبت، اعطيني واحد فيكم لعب قد لعب ديال صابر، اعطيني واحد فيكم لعب بحال بدر قادوري، والله واحد فيكم ما عنده تا غرام من هذا الشيء اللي لعبوا هذه اللعابه. وتجيو وتقولوا لنا بوجهكم حمر وتحكموا والتليفونات وتخزنوا هنا الو دو معنا وتهز الطوموبيل وتخرج ودير هذا، والله ما يتنيك والله بربي غادي نوقف لك انا ونوقف لكم كاملين، وكاع اللي بغى يجي معايا من الجمهور غادي نمشي نوقفوا وغادي نوقفوا هذه المهزله هذه، لانه التيران هذاك ديالنا ديال ولاده ماشي ديالكم انتوما. انتوما طيحتوا الدل على الكره لانه جيتوا كتقوموا باشياء بعيده عن الكره، دللتوا نفوسكم وكتحاربوا في ولاد الوداد اللي عطاو الكره اساطير ديال الوداد حاربتهم ما يبتعد.